الكتاب الواضح والنشاط الميس صفحات 140 49 أقوم تعلمتي. إذن صفحات 48 أقوم تعلمتي في التمرين الأول توليف التعلمات. أضع علامة في الخانة المناسبة، هذه الخانة كتلاحظوا اني عندي هذا الجدول، جدول فيه جسم غير حي، كائن حي، فقري، لا فقري. وعرفنا في درس سابق الكائن الحي هو الكائن الذي ينمو ويتغذى ويتنفس، هذا هو الكائن الحي. غير الحي الذي لا ينمو ولا يتغذى ولا يتنفس. وعرفنا أيضا الحيوان الفقري واللا فقري. الفقري هو الذي له عمود فقري، لا فقري ليس له عمود فقري. الآن سنملأ هذا الجدول، الجدول فيه نلاحظ هذا الرسم، هذه الصورة هي فطريات، هذا كائن، كائن حي أو غير حي، إذن كائن حي. الساعة، الساعة هي كائن، جسم غير حي. وطبات، وطبات هو كائن حي أو غير حي، هو كائن حي. وهو حيوان فقري أو لا فقري، إذا حيوان فقري له عمود فقري. طائرة، طائرة هي كائن غير حي. دباب، دبابة هذا كائن حي وهو لا فقري، ليس له عمود فقري. تمرين ثاني تقويم التعلمات، أكتب الأسماء المناسبة لأرقام الرسمين. عندي هذا الرسم أليف والرسم باء، هذا الرسم ألف يمثل رسما لجمجمة حيوان، الرسم باء هو يمثل رسم لجمجمة حيوان آخر. غير نلاحظ أن بالنسبة لهذا السهم هنا عندي واحد يشير إلى هذه في الرسم واحد ألف وفي الرسم باء يشير إلى أي نوع من الأسنان، إلى القواطع، إذن أكتب قواطع. السهم رقم اثنان يشير إلى الناب، الناب هذا في الرسم باء، في الرسم ألف غير موجود، إذن جوج ناب، أكتب ناب. الرسم السهم ثلاثة، ثلاثة يشير إلى أضراس، إلى الدرس، إذن عندك في الرسمين يشير إلى أضراس، أكتب أضراس. أملأ الفراغ بما يناسب، يمثل الرسم ألف، هذا الرسم جمجمة حيوان عاشي، وذلك لوجود قضيب عضبي هو عند هنا، وغياب غياب الناب، ليس له ناب، إذن غياب أنياب. أما الرسم باء فهو جمجمة حيوان عشب أو لاحم، هو حيوان لاحم،
وذلك لوجود أنياب. أنياب عنده هذا الناب، أنياب طويلة وحادة وأضراس منشارية. ده التمرين الثالث، وهو تقويم تملك النهج التقصي العلمي. إذا أقرأ المعلومات المبينة في الجدول، وأكتب نتيجة كل تجربة مستعملة أو مستعملا ما يلي: ينمو، يدبل. ثم أستنتج، إذا هذا الجدول عندي تجربة، هنا ظروف تجربة، عندي نبات أخضر، تربة بها أملاح معدنية، ماء للسقي، وضوء، وأكتب نتيجة التجربة. التجربة الأولى وهي التجربة الشاهد، إذن عندي فيها الضوء، الماء للسقي، والنبات، نبات أخضر، نبات، ثم تربة بها أملاح معدنية. إذن هل ينمو النبات؟ نعم ينمو. إذن أكتب ينمو النبات. التجربة الثانية بدون ضوء، إذن عندي نبات، تربة بها أملاح معدنية، وماء للسقي، لكننا شو غطينا هذا النبات بغطاء أسود لنمنعه من الضوء. إذن هل ينمو النبات أو لا ينمو؟ لا ينمو. نكتب يدبل النبات، أكتب يدبل النبات. بدون ماء، التجربة الثالثة بدون ماء، إذن فيها الضوء، النبات، والتربة بها أملاح معدنية، لكن يغيب الماء، لا أسقي النبات. إذن هل ينمو النبات؟ طب هل لا ينمو النبات؟ إذن يدبل النبات. والتجربة الرابعة بدون أملاح، هنا عندي النبات، نبات أخضر، والشمس، والماء لسقي النبات، لكن عوض التربة أضع قطن. إذن النبات أغرسه في قطن مبلل، قطن. هل ينمو النبات؟ إذن لا ينمو النبات، يدبل النبات. أستنتج، إذن ما هو سن؟ يحتاج النبات أخضر لنموه، لا مدى، يحتاج إلى الماء والضوء، الماء والنبات والضوء والتربة بها أملاح معدنية، إذن يحتاج إلى الماء للماء والضوء والأملاح المعدنية بالإضافة إلى الهواء. التمرين الرابع، عندي je complète le tableau en utilisant les mots suivants. إذن je complète le tableau، أكمل الجدول باستعمال الكلمات التالية: vert أخضر، beaucoup كثيرا، air الهواء، grandi يكبر، eau ماء، sels minéraux أملاح معدنية، جوني يصفر، دشش يدبلو، lumière ضوء، davantage المزيد، أكثر كثير. condition de l'expérience، أي شروط التجربة، عندي أو هو الماء، وهنا سون بدون ماء. إذن بدون ماء، هل ينمو النبات؟ لا ينمو. لا بلانت النبات، سو ديشيش
معناه النبات يدبل avec l'eau بالماء la plante grandit النبات يكبر grandit معناه يكبر la plante إذن conclusion نتيجة la plante a besoin d'eau d'eau النبات يحتاج إلى الماء pour rester vivante للبقاء حية et grandir lumière ضوء sans lumière بدون ضوء la plante mela بدون ضوء النبات لا ينمو يصفر jauni la plante jauni et finit par mourir ou bidaw avec la lumière la plante reste verte النبات يبقى reste يبقى اخضر خضر vert et grandit وتكبر donc نتيجة La plante a besoin, nabat yahtaj ila, a besoin de lumière, de daw, pour grandir. Likay yakbur al-nabat et garder sa couleur verte. Wa yuhafid ala lawnihi al-akhdar. Sel minéraux, amlah madinia. Sans sel minéraux, bidoun amlah madinia. La plante ne grandit pas. Den latkboro ne grandit pas beaucoup. Latkboro katiran. Den aksobo beaucoup. Avec sel minéraux, bil amlah madinia. La plante grandit davantage. Identakboro aktar. Donc, netija, la conclusion, la plante a besoin, nebet yahtaj, a besoin des sels minéraux. Yahtaj ila amlah madinia, sels minéraux, pour bien grandir. وعندي اخيرا air الهواء sans air بدون هواء la plante هتنمو لا تنمو meurt تموت تموت لا وبالهواء la plante grandit النبات يكبر إذن la plante a besoin نبات يحتاج إلى a besoin d'air يحتاج للهواء pour vivre للعيش للبقاء حية et bien grandir وأخيرا نأتي إلى النهاية شكرا على انتباهكم